أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب السترات السفر فرحة رأس السنة في العاصمة باريس، في وقت يتوقع أن يتقاطر على جادة الشانزليزيه الشهيرة أكثر من 300,000 شخص للاحتفال بالعام الجديد. وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن الاحتفال برأس السنة الميلادية في الشانزليزيه سيشهد هذه المرة إجراءات أمنية مشددة خلافا للسنوات الماضية، وذلك بعدما دعا عدد من منسقي حركة السترات السفر إن أنصارهم على الشبكات الاجتماعية للاحتجاج مساء اليوم.